الكويتية، وانت تدش العاصمة، المفروض أي عاصمة في العالم، مو تروحون صوب شارع فهد السالم، أول ما تدش من دوار الشيراتون بويك الباصات وإخواننا الأسيويين رايحين رادين، زين شيلوا هالمحطة هذه ودوها مكان ثاني، يعني ما لها معنى هالمكان هذا. عموما مدخل الثاني للعاصمة المفروض زراعات تجميلية، وتعبوا على هالمكان يزرعوه، لكن مات، وشي يفشل أن يكون هذا مدخل العاصمة الكويتية. شوفوا السلام عليكم أخوي أبو أحمد، صباحك الله بالخير. بالله عليك يا أبو أحمد، هذا قلب العاصمة وبداية العاصمة، هذه الأرض اللي عند بوابة الشامية، تصور شوف طالع طالع، كلها نباتات صحراوية ينبتها الله سبحانه وتعالى. يعني شو يصير لو حرثوا الأرض هذه وزرعوها كلها ورد؟ يعني كل من يجي العاصمة يقول هذه العاصمة، على بدايتها جديد. الله المستعان. مدخل عاصمة، عاصمة الكويت، ازرعوا، حاولوا يجملونها بس كذي، منا إلى أبو عاصم، إلى المسؤول في الرعاية، في مالت هيئة الزراعة والثروة السمكية، ما أدري الحيوانية، لا عندنا سمك ولا عندنا حيوانات. بعدين يطلع مشروع ثاني لإعادة التشجير والزراعة والكل يستفيد. خلي الكل يستفيد، الكل يستفيد، شنو المشكلة؟ هذا أيضا فيديو وصلنا من